عايزين كده نبدا بدايه ان شاء الله تكون خير وعوده مره تانية بقى لاشغالنا واللي ورانا والماتشاتنا ان شاء الله والبطولات المنتظره كمان للاهلي وانا عارفه ان انا جاي النهارده وكان نفسي طبعا ان انا اقول لحضراتكم صباح النصر والواحد يبقى مبسوط اكتر من كده لكن انا هقول لحضراتكم على حاجه هي اكيد اكيد كانت مباراه مش متوقعه الى حد ما النتيجه بتاعتها احنا كنا بننتظر الاهلي ان هو يؤدي اداء اكثر من كده اكثر روعه او اكثر اداء او تميزا او خلينا نقول نتيجه كمان ان احنا المشكلة ان احنا نقدر او النقطه هنا ان احنا نقدر ولكن على كل حال اسمحوا لي بس كده واصبروا معانا على مدار الحلقه عشان احنا هنتكلم في نقاط مهمه جدا وهنحلل وعايزين برضو يبقى فيه الى حد ما كده صبر شويه على الفريق لان احنا مش بنحب فريق الاهلي علشان بس هو بينجح او عشان بس هو متميز او عشان بس وهو واقف على رجليه ده ما يبقاش حب ده ما يبقاش عشق لهذا النادي والفريق والاداره والمنتخب الكلام ده كله بعد كده طبعا منتخب مصر اللي بيبقى ثلاث ارباعه زي ما حضراتكم عارفين من الاهلي يعني القصه ان انت لما بتحب فريق لازم تحب فريقك في الحلوه وفي الوحشه الكلام ده مش عشان نهون اللي حصل تاني الكلام ده بس لازم ان انا اقوله في الاول علشان يبقى الواحد وهو بيزعل يزعل بس يزعل ويفكر في نفس الوقت ان هو برده في الاول وفي الاخر بيساند فريق ممكن ان هو يتعثر بس دايما الاهلي وهنرجع بالتاريخ برضه مع حضراتكم دلوقتي على مدار الحلقه وهنتذكر ان ده حصل قبل كده بس الاهلي عمره ما بيكسف جمهوره